مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الرياضي. بالتأكيد أحبة المشاهدين، عدنا معكم لتقديم حلقات برنامج الأسبوع الرياضي بعد استراحة لمدة شهر خلال فترة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والبركات. أحداث كثيرة ومتسارعة خلال الفترة الماضية، راح نحاول نسلط الضوء عليها في حلقة اليوم وفي حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. قبل ذلك دعوني أرحب بضيف البرنامج اللاعب الدولي السابق نجم الكرة الزورائية الكابتن ياسر عبد اللطيف. أهلا وسهلا بك كابتن. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ مسرورين بحضورك وتلبيتك دعوتنا. أنا أسعد في دول قلبك. الله يبارك فيك ويسلمك. أنت مختفي يعني عن وسائل الإعلام، قليل الظهور كابتن، شنو السبب؟ والله صراحة أنا ما أحب يعني أظهر على الإعلام، مو لأن تخوف ولا أنا. لا يعني شوي أنا أريد يعني شلون أقول آخذ راحتي، ابعد شوي عن كابتن. لكن البعيد على العين بعيد على القلب، وانت يعني اسم ما اقدر صراحه. قدمت الكره العراقيه على المستوى الدولي، احترفت في عده دول، واحنا يعني قلنا نجم الكره الزورايه مع اعتزازنا بالانديه اللي بديت منها نادي الصليخ، ولعبت للنفط، درجت في النفط صلاح الدين وكثير من الانديه صلاح الدين، لكن يعني صراحة أنت يعني نعتبرك ماركة زورائية. الله يسلمك، الله يخليك، نتشرف فيك. وقلت لك الله شهد، يعني أنا من النوع اللي ابتعدت عن الأضواء، لأن صراحة يعني أكو غبن بحق ياسر عبد اللطيف. لا عاد شلون تريد الناس اليوم تعرف الغبن؟ غير توصل رسالة. وصلت أنا وصلت يمكن أكثر من يعني أشخاص يعني قريبين لنادي الزوراء، يعني ما شفت إنه أنا من النادي، ما شفت ترحيب من النادي لياسر عبد اللطيف، مو لان انه يعني هم يريدونه، لا، بس اكو ظروف جزء هي اللي تمنعهم، بس انا شفت يعني في داخلي انه شفت يعني شنو الظروف كابتن؟ يعني انتم مو لاعب ولاعبين من النجوم وبعدين، يعني الزوراء يعني مدرسه انجبت الكثير من النجوم صراحه. يمكن انت سبع مواسم معلوماتي دقيقه؟ اي لا صحيح 100%. يعني سبع مواسم خدمت الكره الزورائيه، والكل يعرف بوقتها ياسر عبد اللطيف يتميز انه هداف وصانع لعب. صحيح، يعني فد ميزه حلوه. قلت لك واني بالزورة صراحه يعني ابتعدت عنهم لان شفت كثره المشاكل بالنادي، واكو اشخاص قمنا من نجي للنادي قام يعني شلون ما يتقبلنا. يعني كابتن احمد راضي، ليث حسين، اسماء يعني يجوز انا ما احكي عن نفسي، اكو اسماء يعني هشام محمد، هشام، عصام، حسام، يعني وايد لاعبين، نزار، عدنان، عامر، واي يعني بعدونهم يعني مو بعدين بس على النادي، يعني حتى ما خلوهم بفئات عمريه يشتغلون كمشرفين يعني او كمدربين. حتى اكو يعني كثيره مناشدات توصلنا يعني اليوم وصلتني، يقول لي مثلا لاعبي الزوراء القدامى واغلبهم مدربين، ليش ما يستعينون بهم ضمن الملاكات التدريبيه؟ مو هي قلت لك هي المصيبه، يعني مثلا نوبات السنه اجي اصبر مثلا انه ياسر عبد اللطيف، يعني مع احتراماتي كل المدربين اللي جو استلموا الزوراء والقبلي والوسط الموجودين الحاليين، يعني من يجي دي يجيب الكادر اللي يريده هو، وهذا من حق المدرب. أكيد. بس انت اكو الاولويه للنادي، يعني سبت القوات الجويه من دي يجيب لاعبين مالته، اغلبهم جابهم لاعبين هم القوات الجويه، ما جاب لاعبين خارج القوات الجويه، وخطوه موفقه. اي وقدروا وطلعوا عندهم لاعبين يعني مدربين مساعدين نجحوا. احنا لا، ما عندنا يعني المدرب اللي يجي يفرض على الاداره انه اريد انا اجيب المساعدين مالتي. شفت احمد باجي وتوفق حاليا، علي عبد الجبار من النجوم، جاسم محمد غلام مشرف على الفريق، هاشم جبار، راضي، كلها جنت يشتغل يعني هم السوق او الغير انديه، مو فقط يعني اليوم ياسر من يشتغل ضمن الملاك التدريبي بالزوراء بعدها راح يروح الغير انديه، مو شرط يعني. هي قلت لك يعني هذا من باب رد الدين ورد الجميل طبعاً. يعني طبعا هو النادي نادينا، بس قلت لك انا يعني رحت لنادي الزوراء وقعدت يعني شفت انه يعني صد ياسر عبد اللطيف، ليش ما اعرف، رغم انه انا اداره يعني من اداره طبعا، ومن اللي يقدر ما يعرفون ياسر مثلا؟ لا هو يعرف ياسر، بس هو يريد اكو في غايه في نفسه، ما اعرف يعني شنو. ويمكن انا قلت لك يمكن مو تباهي بنفسي، ولا يمكن انا يمكن لو يعني مشتغل بالزوراء مو كخط اول، ما اريد يجلس يقول لك ليش ياسر مكلب الا خط الاول، خط الاول، لا مو خط الاول، يمكن لو مستلم شباب، لو مستلم رديف، لو مستلم ناشئين، لو براعم، كان قدرت اخلق جيل لاعبين للزوراء. كابتن اكو لاعبين يعني اعتزلوا مباشره وصدوا للتدريب، شو ما اعرف تناقضات بواقع. هي مو قلت لك يعني صراحه تفاجئ، يعني هو العام كان يلعب، السنه اجى دخل دوره قبل مساعد المدرب، شلون ما تعرف، زين خبرته وين زين، هو المفروض احنا نقول يدرب، انا دربت اكثر من انديه، نعم. درجه اولى ودرجه ثانيه وبراعم، يعني هسه اذا تجي المدارس بها اطفال صعب ما تشغل ويا كبير. فعلا الطفل صعب،
قدرت وسويت لي فريق الحمد لله والشكر. يمكن هسه يمكن اغلبهم بيهم بالزوراء وبيهم بالشرطه وبيهم بالطلبه يعني شباب يلعبون، بس هذا مو بالرد، بس هذا مو بالرد. والنادي الام يعني يبخس حقوق لاعبي والله. الله كريم، الله كريم. احنا نتمنى يعني التوفيق لكل اللاعبين ان شاء الله. كابتن خلينا ندخل في متابعاتنا، طبعا متابعه وراح نتناقش فيها على وجه السرعه الى ان ندخل في محور حلقتنا الرئيسي اللي يخص المنتخب الوطني ان شاء الله. طبعا يوم غد احبه المشاهدين يلتقي الزوراء والجويه في كلاسيكو جديد، ولكن هذه المره في بطوله كاس العراق، نصف نهائي بطوله كاس العراق. نتمنى طبعا نشاهد مباراه جميله، مستوى فني جميل، بعيد عن الشاد والحالات العصبية والمشاكل اللي صادف أغلب المباريات، لا سيما أنه المباراة السابقة تم تأجيلها، يعرف يعني الناس تعرف الظروف، مو بسبب الفريقين لكن ظروف مخجلة أدت إلى تأجيلها. طبعا رغم أنه حرارة الجو اللاهب أتوقع يعني يوم غد راح يمتلئ ملعب الشعب الدولي. كابتن شلون تقيم هذه المباراة، خصوصا أنه بعد مباراة مؤجلة بعد حوالي يمكن 8 أيام؟ 8 أيام صحيح. تدري بالنسبة للزوراء والجوية هي قطبي الكرة العراقية. نعم. والقاعد في الفريقين عندهم قاعدة جماهيرية كلش كبيرة. أعتقد أنه هاي المباراة أنه الزوراء والجوية يعني أتمنى أنه من الجمهور اللي هو العامل الرئيسي واللي ينجح المباريات هو الجمهور. يعني ارجو من العلماء ان يبعدون عن الشد، عن التعصب. شجع، انت تحب فريقك تريده يفوز، شجعه، بس مو تسيء للفريق المقابلك. هذا من حقك انت ان تريد تشجع فريقك. وعلى نفس الشيء لما نقول له يعني احنا للاعبين هم ايضا ما نريدهم ينجرفون للشد، لان انت اليوم بالملعب راح تلعب، ما نقول هو نقول خصمك. نعم. بس انت باشر عقب راح تطلع برا خارج الملعب، راح تشوف انه هذا صديقك واخوك وتسلم عليه وتباوسه وتطلع تطلعون سهرات تقعدون سوا. كابتن يعني سابقا كان الكلاسيكو جميل فنيا، يعني اداء فني رائع طبعا، ولكن حضور جماهيري كبير، لكن ما كانت هاي تظهر هاي الحالات. هي قلت لك هي الآونة الأخيرة يعني صراحة. من يتحمل السبب برأيك؟ هي كلها تتحملها، تتحملها الجمهور أول شيء. الروابط طبعاً إذا قلت كذا الجمهور هم الروابط نفسهم. نعم. اللاعبين هم كنفسهم بالملعب. نعم. يعني تدري اكو لاعبين يتصرف تصرفات يهيج الجمهور، تدري هذا الإنسان دمه لحم يتنفرز أنه مثلاً يسوي حركات قدامه. فأعتقد أنه من هاي التصرفات أنه نبتعد عنها. نريد ننقل صورة جميلة عن الدوري العراقي بين الزوراء والجويه، نشوف مباراه تمتع هذا الجمهور اللي حاضر، والقناه التلفاز اللي تنقل اللعبات وكل الناس حاضره ببيوتها تشوف هذا. والمباراه يعني اليوم تدري جاي شاهدها كل دول العالم مسوقه، يعني قلت لك يعني هاي نعكسها صوره انه نشوف انه الشعب العراقي رياضي بكل شيء، بأخلاقه، بتصرفاته، بملعبه. ويعني حرامات هيك مباراة، يعني أنا قلت لك المباراة اللي قبلها يعني كنت أتمنى أنه أريد أطب للملعب وأوصل للملعب وأقعد بالملعب أشوف، بس من شفت زغم الجمهور وشفت العدد يعني فوق ما يطب للملعب الصراحة، يعني ما أصلا ما بقيت بالبيت، ما رأيت لأن شفتها. ياسر عبد اللطيف نجم الزوراء ما يقدر يدخل للملعب. مو ما ادخل لا يعني قصدي يعني الجمهور من لود الجمهور يعني صعب، يعني مقصوره مقبطه، مقصوره فوق مقبطه، الجوانب مقبطه، المدرجات جوه، يعني تصور انه المدرج جوه اللي على الدرج مخبط. نعم. فصعبه، صعبه انك تروح تقعد هناك. كابتن احيانا تبدا المشاكل صراحه انا مشخصيها من مصطبه الاحتياط، دكه البدلاء. يعني دائما تثير اللاعبين وتثير الجمهور بحركه، يعني يطلع لك لاعب من مصطبه الاحتياط مساعد مدرب يعلقها تصير المشكله. مو هي قلت لك احنا يعني احنا كنا قبل من نلعب الزوراء والجويه كنا احنا يعني ما نسوي حركه الا مثل شلون تنتهي المباراه. نعم. يعني عم لا يصير شد بيها. هسه لا، صارت باثناء المباريات، واعتقد انه هاي غلط، لان هي من تثير انت راح وقبلها بيوم يكون مواقع التواصل الاجتماعي عالقه والمنشورات وغيرها كلها راح تركز على هذا، لان هو صراحه الدوري العراقي يعني مع احترامه للطلبه والشرطه وبقيه الانديه الزوراء والجويه فعلا يعني هي نكتها، غلب الجويه اخذ دوري،
غلب الزوراء اخذ دوري، حتى لو هو مثلا كان رابع او ثالث، خصوصا اليوم الزوراء يعني الجويه تقريبا يعني جاي ينافسون على اللقب مع الحظ الاوفر طبعا للشرطه، نادي الشرطه يعني صحيح الوصيف تقريبا اي طبعا يعني. اي طبعا والزوراء اليوم يعني حظوتهم هي بطوله الكاس، كاس مو العراق. بس حظ الكاس، يقول لك انا اريد اثبت انه جمهور الزوراء انه الزوراء قادر انه برغم ظروفه يقدر انه مثلا يتجاوز الجويه ويتجاوز الشرطه ويتجاوز الطلبه، لان صراحه يعني انا بعد ما شفت المباراه اللي كان الزوراء ويا الامانه مو الزوراء اللي صدق كنا نباع عليه. اختلف. وايد جذريا يعني كلش. ليش هذا المستوى الفني يا كابتن؟ قله هي قلت لك انا يعني قله اللاعبين، الماده تلعب دور لهم نادي الزوراء، استقطاب اللاعبين استقطاب يعني من الطرائف انه لاعبين الزوراء الحاليين استقطبهم مدرب الجويه الحالي كابتن ايوب. مو قلت لك يعني هي سبحان الله يعني لكن مدربين تجي علي انا هذا ما اريده ما اشوف ننتقل غير نادي جاب هذا اللاعب نفسه كابتن. هسه الكرخ فلوسهم اكثر من الزوراء لو لا انت الكرخ من بدا بشباب نعم ما جاب نجوم يعني صراحة يعني هسه مع احترامي للنجوم، النجوم هسه حاليا يفكر انه اذا لعب بالزوراء سنة الاخ وين راح يلعب؟ هذا ابو الكرخ الشاب لا من اجى ثبت نفسه بالكرخ يريد يثبت نفسه جدارته بالكرخ، يقول لك سبع او بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات يجوز انتقل الى نادي اخر. النجم لا يقول لك انا اليوم هنا بالزوراء باكر اروح للجويه، من الجويه اروح للطلبه، من الطلبه يفكر يعني قام يفكر يعني مع احتراماتي لهم قام يفكر بالماده اكثر من ما يفكر استقرار وين هو كان موجود اكثر من استقرار. مستوى الفني بشكل عام للكلاسيكو انخفض بشكل كبير، شيء نام بينه، هذا موضوع واضح اليوم للشارع الرياضي. هو طبعا قلت لك احنا كل سنه نقول قبلها كان الدوري احلى واجمل من السنه. من المسؤول عن انخفاض المستوى؟ احنا ما نريد نقول احنا فلان فلان، بس نقول لك ان الاتحاد، وزاره الرياضه الشباب، اللجنه الاولمبيه، الانديه، لان صراحه يعني قمنا نهمل الفئات العمريه ونقتل جيل من بعد جيل. ليش؟ لان قمنا منفكر يعني كنا قبل احنا من نجي للزوراء نلعب احنا الخط الاول نلعب عندنا 6 إلى 7 لاعبين شباب من ضمن الخط الاول يتمرون ويانا يعني. ومباراتهم تسبق مباراتكم وقبلنا بساعه ونص يلعبون قبلنا المباريات مالتهم. زين هسه ماكو لا اهتمام بالفئات العمريه، لا اهتمام بالملاعب، لا اهتمام بالوضع الفني للفريق. انا كمدير فريق انا اختار لاعبين، اختار لاعبين جيدين يعني شلون احنا نقول العينه مال الدوري العراقي. اذا اريد مثلا اجيب كياني ياسر عبد اللطيف اجيب للزوراء اختار يعني لاعبين يعني شلون احنا نقول خامه نادره. كابتن انت يعني صراحه ايش قد كان عقدك مع الزوراء سابقا؟ يعني يمكن اكثر شيء اخذته يمكن 250 250 يمكن 250. انت جاي تشوف العقود الحاليه؟ مو هي قلت لك احنا سبق ان كنا قاعدين تحياتي للكابتن حبيب جعفر. قال لي كابتن سانيوك نلعب بالدوري ايش قد ناخذ من رئيس النادي؟ ضحك قال لي مليار ونقبل. فعلا؟ اي فهي قلت لك بس يعني الله يوفقهم صراحه جيل التسعينات خاصه يعني اللي برز بالتسعينات. اي انا قلت لك يعني هسه العقود هاي موجود يعني لو موجوده بوضعنا احنا لو كان يعني اختلفنا هواي كثيره هواي اختلفت. بس قلت لك هي سبحان الله الارزاق هي سبحان ربك يعني سبحان عز وجل. بعض اللاعبين احيانا يجرون مقارنات مع جيلكم ويعني يعتبر الجيل المتميز الحالي افضل من جيلكم. هو احنا شوف احنا كل شلون كل جيل الى وقته يعني هسه نقول احنا قبلنا فلاح وعلي كاظم الله يرحمه نقول جيل، من اجى بعد احمد راضي وناطق الله يرحمه جيل وجيل، من اجينا احنا كجيلنا مثلا انا ياسر وحسام وعصام، من اجوا بعد ورانا نشأت ويونس وحوار وباسم عباس كل من يعني احنا ما نقدر احنا نقول احنا افضل لان ما يقيم الانسان نفسه الا عن طريق يعني شلون احنا نقول الاستفتاء او نقول الاغلبيه. وكابتن احنا راح نتحدث خلال
محور المنتخب الوطني ومباراتنا اللي خسرناها الودية مع نسور قرطاج المنتخب التونسي تونسي. يعني عن المراكز اللي موجود مكامن الضعف بالمنتخب الوطني واللي ما جاي تتعالج بذاك الوقت، يعني مركز المهاجم جد عندنا مهاجمين، قلب الدفاع يعني هواية انظلموا، المدافع اليمين واليسار انظلموا، صانع اللعب مو هي قلت لك احنا اللي الجيل اللي جنبي، يعني مثلا يعني يسمى ابراهيم عبد نادر يعني لاعب ما يختلف عليه اثنين، عبد الامير ناجي عبد الامير ما يختلفون عليهم اثنين، بس ما قدروا ياخذون فرصه بالمنتخب. اكرم عمانويل مدقل لك أكرم اكو يعني. اكو راد خليل هوايه يعني عند اسماء هوايه، بس حاليا تبحث يعني هسه اذا تريد تصير مشكله عند لاعب يعتذر لو مصاب، وصلت مرحله اللاعبين يعني بين قوسين احنا نقول يتقلبون على المنتخب أيوة. الوطني مو ليش تروح هسه عندك اكو بعض اللاعبين موجودين بالدوري العراقي ما له بديل، ما له بديل، ما له بديل، وهذا سبب منه المدرب اكيد لازم يخلق له بديل. لا يقول لي يعني صار نوبات تتعجب يعني من جهه اليسرى جهه اليمنى على شنو انه نعم. ماكو شيء، انت صح المدرب تفكر بهذا التفكير انه تجيب من اليسرى، بس انت ايش تنتظر من اذا جاء تعليم انه يمنى وهو ما عنده يمنى. سحبوا كم لاعب من المنتخب لو الاولمبي لو الشباب طلب التاجيل، كارثه كابتن. خلينا ننتقل للمتابعه الثانيه ونعود للمنتخب الوطني اكيد. احبت المشاهدين متابعتنا الثانيه تخص طبعا المدافع الدولي احمد ابراهيم اللي طبعا انتهى عقده مع نادي العربي القطري وتلقى عقد من النادي العربي الكويتي، ولكن هذه المره يعني من الكويت جاء العرب. يبقى السؤال المطروح كابتن بهالصدد، الاحتراف في هذه الدوريات اقصد الدوريات العربيه صراحه اضاف للاعب العراقي ام اثر على مستواه سلبيا؟ انت احترفت بعض الدوريات العربيه لكن اختلفت الكره حاليا، احنا ما نقارنها بوقتكم طبعا، بس انا قلت لك هسه بنقول على الكابتن احمد ابراهيم هو يعني مدافع جيد يعني، بس قلت لك اللاعب هو اللي يقدر يحافظ على نفسه ويبقى نفس المستوى او ادنى. يعني انا رحت الفريق يعني مع احترام للفريق اللي لعبت له هم اريد نذكر الاسم، وضعه مو زين، انا وضعي احسن من النادي، قدمت له ما به الكفايه بس ما قدرت لانه هو الفريق مالتي مو زين. نعم كابتن انت شاهدت مثلا صراحه كنا يعني شخصنا احمد ياسين يعني مستواه نزل بالدوري القطري، مو قلت لك هو سببه هو اللاعب يقدر يحافظ على نفسه شلون نقول بتمارين اضافيه او يعني بواجبات هو يقدر يسويها، اذا انت فريق يعني دوري ضعيف شو يريد يسوي هو؟ يعني طبعا راح ينزل مستواه، طبعا راح يصير عنده هبوط وراح يصير عنده احباط لان ما جاي يتطور. لكن احنا المنتخب القطري اليوم يعني من المنتخبات القويه بطل اسيا. مو انت لا تنسى المدرب نقول منتخب قطر اللاعبين مالته اغلبها من نادي لو ناديين. نعم. مو الانديه كلها القطريه، يمكن نادي لو ناديين. فعلا. فاحمد ابراهيم النادي العربي القطري يعني مع احترامي له ترى مو ذاك الفريق اللي يعني النادي اللي سمعه مثل السد ولو مثل والعرب الكويتي اذا راح له اعتقد انه هي تجربه ولا هي يعني شو اقول لك يعني ما اردك يعني شلون تقول فاشله بعد لا مو فاشله بس ما يعني شلون نقول لك احنا يعني ما اريد ننكل بالفريق يجوز الله سبحانه عز وجل يوفقه به، بس احنا نقول يعني افضل انه يشوف له غير احتراف افضل يعني اليوم يعني انت ما مجبر على بعض الانديه السعوديه تتهافت ايضا على اللاعبين العراقيين مثلا على عباس استاذ عقد من السعوديه لكن مو من انديه القمه لا هم راح نرجع للسعوديه هم راح نرجع مثلا علي عدنان يرفض العوده لي بعد ان تلقى عقد من الاهلي لا. السعودي يرفض العوده للدوري الخليجي يقول لك ما اجي للدوري الخليجي لا طبعا انا قلت لك انا لو مكانه ما افكر بعد العب الخليج انا طلعت بعد شلون قلنا فتحت على العالم بعد ما احتاج انا لعبت حتى لعبت الدوري الامريكي اقوى انا لعبت الدوري الايطالي لعبت الدوري الامريكي باكر جوز تجيني باسبانيا جوز تجيني بالبرتغال ليش ارجع ايطاليا يرجع ليش انا ارجع لورا ليش ما اتقدم لقدام ليش ما اخذ خطوه لقدام ليش افكر بالوراي وارجع له ما استفاد من عندك انا قلت لك يعني اللاعبين هسه موجودين اغلبهم ما توفقوا بالدوري السعودي يعني راح على مهاول الحفر الباطن راح سادي يعني انت قول لي مثلا راح للهلال راح لل شو اسمه
النصر ما راح لهم. الفرق تريد يا دوب تجيبه عن تصعد به، تستعين بهذا اللاعب تفيده، يجوز هذا اللاعب ما توافق وياكم. اثنين هم بالنسبه احنا اللاعبين العراقيين ما يعني ما اللي الظروف هي اللي تجبرهم، الظروف معيشتهم هي اللي تجبر اللاعب ان يوقع على هذا العقد. يعني انا من الناس انا لو ما كان هم وقع مكان من احمد ابراهيم ولا علاء او راح اوقع مكانه. ليش؟ لان يعني ظروف البلد اللي انا موجود بها ووضعيتي هي اللي تجبرني ان انا اوقع. انا لو نادي ما توفر لي كذا ما اطلع. يبقى هنا بالعراق افضل له. طبعا انا سالم عندي صديقي كان مصري يقول لي انت لو عندنا مصر قبل يطق شقه ويطق سياره ويطق مصرف يخلوك يعني يخلوك ما تفكر بالاحتراف نهائيا، ما تفكر بي، تقول انا كل مصر مطنيها ليش دا اطلع؟ فنفس الشيء الدوري العراقي لو تتوفر لي بالعراق ما يطلع. ما يطلع صحيح. يعني سالت هذا لكن شو اسمه مهند علي. يعني لو تتوفر له الشرطه توفر له كل شيء بيت وسياره وش ليش يفكر يطلع؟ يقول لك انا اطور نفسي. شو وين يطوره؟ دوري انت يعني راح تروح الدوري السعودي اقول لك شو كنا نحكي؟ لا اذا راح لاوروبا لا طبعا انا اقول لك احنا نقول دوري الخليج يعني اذا ماديا طبعا ماديا يفكر به. انا يعني تقول لي ماديا اقول له لا روح والله حتى لو درجه ثانيه بقطر وتستفاد فلوس ماديا وتعيش انت وعائلتك روح. بس اذا تقول لي كمستوى فنيا على طبعا بس اذا تقول لي كمستوى شيء مقابل شيء اذا تقول لي يعني راح يخسر كثير من الامور طبعا. شو ايش يسوي؟ يقول لك انا اعيش لان يقول احنا لاعب كره القدم ايش قد يدق؟ ايش قد يطول بالله؟ يعني انا سالت من الناس انا بطلت بالدوري العراقي عمري 30 سنه 30 اي وصل عمري 35 انا نوبات العب الودي يقولوا لي كابتن يعني صدق انت مبطل؟ اقول لهم والله مبطل. يقول عمي ترجع تلعب بالدوري حاليا مع الرواد يعني متميز الحمد لله والشكر ندعيك نقدر رواد الكاخ الله يسلمك تشرف فيكم فنقدر بس احنا عندنا هنا مدربين يتخوف اللاعب اللي اسم وكبير بالعمر يخاف منه واحنا احيانا اللاعب الاسم وكبير بالعمر من يقعد احتياط ما يقبل لا هذا غلط يسوي تكتلات البعض لا لا, لا لا انا اقول لك اياها انا اقول لك اياها عن طريق يمكن اذكرها هادي مطنش موجود وتحياتنا له اجى للامانه انا بطلت يعني جابوني للامانه يعني اتصال شخصي لعبت للامانه قلت لهم ما اقدر قال ليش؟ قلت له اذا ياسر عبد اللطيف في خير بالمستطيل الاخضر يقدم يبقى يلعب ما يقدم حتى تقعد مو اختيار درجات هم ما ازعل لان يعني هذا شيء يعني انا ما اقدر علاقه جميله وحلوه كانت فلابد ان نسوي هيك احنا كنا نتمنى الكل يستفاد من هذا الحديث الحمد لله والشكر الحمد لله كابتن خلينا ناخذ المتابعه الثالثه طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انفانتينو صرح انه بصدد رفع الحظر عن كره القدم العراقيه رفع الحظر الكلي يعني عن ملاعب العراق كافه وخاصه ملاعب العاصمه بغداد بعد ان تتوفر الامور اللوجستيه والامنيه وبعد ان يلتقي بالسيد وزير الشباب والرياضه الدكتور احمد العبيدي طبعا هذا قرار جيد لكن يتطلب جهود حثيثه وكبيره من الكل. هي صعب احنا نتمنى ترفع الحظر عن الملاعب العراقيه كلها من الشمال للجنوب وخاصه بغداد بس هي الظروف اللي احنا نمر بها صعبه يعني انت اول شيء هو اول شيء انه اللي يريد يطب شو اسمه هي الامان بالتنقل الفرق حاليا يعني احنا نقول الامان الحمد لله والشكر الحمد لله احنا ما نقول لا احنا ما نقول جيد احنا ليش شو نقول واحد نعم شلون لا طبعا ثاني لا يعني هسه مثلا تصير واحد بلعبات الزوراء والجويه ما تقدر تسيطر على الجمهور هاي امور تنظيميه زين ما عندنا زين انت الفريق يعني شنو صعبته الموضوع التنظيمي؟ مو بس صعب احنا عندنا يعني شلون قله معرفه بالتنظيم لان ما عندنا يعني صراحه ما شفت مثلا الاتحاد دخل دوره المنظمين على ملعب الشعب البطايق بيوم المباراه بعده يبيعها على القديم ما عندنا ما عندنا لو احنا عندنا هاي الامكانيه لا نقدر يعني انا رحت ملعب الكربلة لعبه الزوراء والوصل يعني اذا اقول لك موقف تضحك والله العظيم شنو اللي صار؟ وصلنا للباب بدنا ندخل ما خلانا ندخل الشرطي الواقف في الباب ما خلانا ندخل نزلت عليه سلمت عليه قلت انا ياسر عبد اللطيف لاعب منتخب لاعب نازورا والسياره هي مال وزاره الرياضه الشباب مو مالتي يعني خاصه فبس الودي يوصلونه نطب بها قال ما تطبون السياره ذبوها برا قلت له راح نمشي هالمسافه كلها راح نروح لي جوا
قال لي مشكلتكم. دخلنا وصلت للمقصوره، قلت اصعد للمقصوره ما خلوني. والمقصوره فارغه ما بيها احد. قلت له وين لاعب منتخب وطني يعني المفروض انا اقعد هناك؟ قال لي لا ماكو، روح اقعد على الجانب. اضطريت رحت قعدت ورا الجول. فالجمهور من شافني قالوا، قلت لهم لا الحمد لله بين الجمهور، قلت لهم قاعد اشوف النادي الدولي. يعني لو عندنا تنظيم وناس تعرف انه هذا رياضي وهذا اعلامي، غير اكو ناس رياضيين تدير الامور، اكو ناس مهنيين ومنعوا. قالوا ليش؟ قالوا راح يجي الوفد الاماراتي راح يقعد هنا. بعد ما قعدت ورا الهدف طبوا الجمهور العراقي قعدوا مكان المقصود. شوف سوء التنظيم. فشوف يعني شوف فهي قلت لك احنا لو عندنا هاي الموجوده وتعليم يعني شلون نقول احنا تطويرهم نعم. ما تصير صعبه علينا. والثانيه قلت لك الامان، يعني تدري وضعيه يعني الفريق لازم يتامن من الفندق للملعب ومن الملعب للفندق، خروجه للمطعم، هاي كلها رايد لها يعني اغلب شيء رايد لها مدينه كامله يلا تحصلهم بها. كابتن هسه اليمن شنو؟ افضل من عندنا الامن عندهم؟ لا هم صعبه اليمن هم مش يعني احنا امورنا كثير جيده. لا احنا نقصد الامور التنظيميه تقصد. اي هسه احنا نقول موضوع الامن وموضوع التنظيم. يعني انت جاي تتحدث عن امور التنظيم بكل المجالات مالتها. هسه احنا موجودين. هسه انت عندك كم ملعب بدك تقدر تنظم به لعبات؟ انت كربلاء وبعد البصره وبعد ذي النخله واربيل. كم لعب ذني؟ اربعه؟ ثلاثه رحم الله والديك. زين انت بغداد ما تقدر تجيب بيها، ليش؟ الرفع الحظر عنها والرفع الحظر. ما تقدر، بس عندك ملعب الشعب. خلي يكملون ملعب التاجيات. مو هي شوكت احنا. هي الامور اللي هي هاي احنا نقول شوكت. امور تنظيميه خلينا. هي شوكت، هي شوكت تلعب وتقدر الناس مثلا بيوم وليله بنوا لك ملعب وحطوا لك اياه وقالوا لك هاك هذا ملعب جاهز تعال. باكر من تجي اللجان وتطب عليه تشوف لك الملعب وتشوف الفنادق وتشوف لك الامنيات وتشوف التنظيم وتشوف هاي كلها. طبعا هي من المؤشرات المليون بالميه اللي يرفع عنك الحظر. اكيد هن اذا شافن، اذا جاب الاتحاد الاسيوي طب وشافن مليون بالميه. يعني تصبصب شيء عندك لعبتنا الزوراء والفريق الايراني شو اسمه صار باعمال الشغب، الاتحاد الاسيوي مراد يكتب عليهم وتعاقب وبعدين صارت لم الموضوع تلملم ونسد. هل سوى الرجل متعاون رئيس الاتحاد الدولي يقول لك اني مثل ما وفيت بوعدي رفعت الحظر الجزئي وفروا لي هذه الامور، وخصوصا يقول لك انا متزوج من لبنانيه واعرف ما تعنيه كره القدم لشعوب والله احنا نتمنى الشرق الاوسط وللشعب يعني العراقي. انا من الناس اتمنى فرصه تاريخيه لو مو طبعاً فرصه تاريخيه. قلت لك انا اتمنى للناس ان يعني لعبات تصير ملعب الشعب، يصير يعني الجمهور يشوف اللاعبين اللي مثل نقول اللاعبين الاجانب يجون يدخلون ملاعبنا نشوفهم، يعني تتمنون هذول الجمهور يشوفهم. يعني هسه مثلا تجي خلينا نقول مثلا رونالدينو ينزل بالملعب او ميسي او يجي تاخذ صوره ما هي، يعني الجمهور اعتقد انه هاي شيء يعني مفرح لنا ولجمهورنا. احنا حتى بامور التسويق يعني لا صعب فاشلين صراحه. صعب كل شيء صعب صعب. خلينا ندخل بمحور حلقتنا الرئيسي طبعا عبه المشاهدين، السود الرافدين والتعثر في اولى الخطوات الاستعداديه لتصفيات مونديال قطر 22 بالخساره مع منتخب نسور قرطاج المنتخب التونسي بهدفين للا شيء. كابتن هذا المحور راح نقسمه امور اداريه قبل المباراه وامور فنيه، لكن خلينا نتابع هذا التقرير وبعدها ندخل بهذه الامور. خاض فريق المنتخب الوطني مباراته الوديه مع نظيره المنتخب التونسي على ملعب براتس الاولمبي، والتي انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدفين دون رد لأسود الرافدين، حيث شهد الشوط الأول أفضلية للفريق التونسي عندما استغلها مبكرا بتسجيل الهدف الأول بأقدام اللاعب هابي الخزري في الدقيقة الرابعة. المرور لعبة بينية تلعب من المعلول صرار فيه ولعبة رائعة وجول، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 29 والذي أحرزه اللاعب بسام الصرار فيه. تسديدة جول. أما الشوط الثاني انخفض مستوى الفريق التونسي وتمكن الفريق العراقي من السيطرة لكن دون جدوى من تسجيل أي هدف،
حيث تركت هذه المباراة عند الجماهير العراقية الكثير من علامات الاستفهام على المنتخب الوطني نتيجة الأداء الضعيف لأولى مبارياته التجريبية للتحضير لتصفيات كأس العالم 2020. الكرة في المخالفة لصالح المنتخب العراقي، كرة صعبة العارضة الأفقية تصد. فيما بين محللون أن من أسباب خسارة المنتخب العراقي كانت في عدة أمور، منها فقدان المنتخب هويته وغياب الانسجام واللعب الجماعي بين اللاعبين. كل هذه الأمور سهلت للمنتخب التونسي الوصول لشباك أسود الرافدين. أما مدرب الفريق العراقي وضح بأن من أهم أسباب خسارة المنتخب هو غياب لاعبين مؤثرين أمثال أحمد ياسين وبشار رسان بسبب الإصابة، وريبين سولاقة وأسامة رشيد لطلبهما الراحة بسبب انتهاء دورياتهما، بالإضافة إلى غياب اللاعب علي عدنان وعلي فائز ووليد سالم لأسباب انضباطية بقرار من الاتحاد العراقي لكرة القدم، وأيضا غياب الحارس محمد حميد نتيجة الإصابة. وأن كل هذه المشاكل سيتم معالجتها لأن المدرب في هذه المباراة ترك بحيرة بعد أن اختار قائمة لم تكن متوفرة له. من بغداد أحمد ليث، قناة الطليعة. أمام المنتخب العراقي بإطلاق حكم. شكرا للزملاء في القسم الرياضي على هذا التقرير. كابتن، خلينا نتحدث بالأمور الإدارية. يمكن تفاجأت، شنو الأمور الإدارية؟ كثير من المعوقات رافقت رحلة منتخبنا الوطني إلى تونس. اليوم شنو القيمة الفنية المباراة بغياب أغلب لاعبي المنتخب الوطني الأساسيين، ومن يتحمل المسؤولية؟ اليوم عندك صفاء هادي، ريبين سولاقة، أحمد ياسين، بشار رسن، علاء مهاوي، إضافة اللاعبين المعاقبين علي فائز وعلي عدنان وغيرهم. زين، أنت مسوي مباراة وهي استعدادية نقول التصفيات كأس العالم. يعني بديت تلمم لاعبين بس تريد تكمل العدد، وممكن ما عنده بس 5 احتياط. وهي قلت لك احنا بين لاعب يقول لك اريد ارتاح، ولاعب مصاب او يدعي الاصابه، والكارثه الكبرى يعني ما صايره بكل العالم لمشكله اداريه. بفصحوا عنها، نريد نعرف شنو المشكله الاداريه. جوازات مزوره شنو؟ نريد نعرف كابتن، يعني الماده شنو المشكله؟ يعني هسه صفاء هادي وعلام هاوي مشكله اداريه، خل نعرف، خل الجمهور يعرف. جوازات ممنوعين السفر حسب ما سمعت انا. يعني هاي صايره لاعب منتخب وطني؟ ما انا سمعتها يعني اكثر من يمكن مرتين او 3 مرات سمعتها انه جوازاتهم يعني لو تحل مشكلتهم، لو بعد ما تستدعيهم شو بدلاء كابتن باكر؟ عقب عندك مباريات اساسيه، مباريات مهمه صعبه، هذا راح يتحملها. انت تتحمل طبعا. انا وياك. اي صحيح صراحه. تدري ليش؟ لان الاتحاد يعني العراقي ما له شغله بهالمواضيع. منو له شغله؟ زين، انا هذا اللاعب نطلع جوازه، انا اقدر نسوي له، نقول احنا هذا ثوره وطنيه ونستفاد من عنده، نقدم. لا، انت بس دزيته يلعب تزوير ويا الفئات العمريه وهسه احتاريت. اي ارجع انا هسه عليه مرتين الاخ الثاني وتقدم المستمسكات الصحيحه مالته. والاي دي مالته شلون اللي بال هي المصيبه الاتحاد الدولي. مو هي المصيبه، انت لو تلغيه بعد وما تفكر به وما يعني وتخلي لك بديل الى تجيبه. مواجهات مهمه، يعني انت تريد تستقر على تشكيله. لكن هسه راح نناقش الامور الفنيه بعد شويه ونشوف النواقص اللي عندنا. احنا مو قلت لك الاتحاد كل من بكيفه وتصريحات بكيفه، وكل من يطلع بكيفه. هو المفروض انه رئيس الاتحاد يطلع يقول يابا يا مدربنا احنا هذول اللاعبين انساهم، بعد تفكر بهم راح نلقى لهم للاعبين. لو تروح تحل مشكلتهم، لو تروح تتجه للقضاء وتقعد. ومن اللي ورطهم؟ ياسر عبد اللطيف ورطهم لو اتحاد الكره. مو هي ايش يا كابتن؟ احنا لو المدربين اللي ورطوهم اللي ياخذوهم بالفئات العمريه. احنا ايش نقول؟ احنا هي كلها سببها انه الاتحاد يابا يا مدرب المنتخب الوطني هذول اللاعبين مالتك انساه، لا تفكر بهم. ويا اما يا مدرب هذول راح نروح نقعد ويا الدوله ونحل مشكلتهم ونفتهم شنو راح يصير، عمود يرجعون يستمرون بالمنتخب الوطني. روح للاتحاد الدولي، الاتحاد الاسيوي، اقعد هنا. احنا مو
لبستها بهم وبعد ما ان شاء الله هم شوف شلون اذهب انت وربك فقاتلا وانا قاعد فقلت لك هي سببها ها هنا قاعد فقلت لك احنا كلها سببها انه هي التخطيط اللي قبل شوي قلنا عليها انه نرجع سوى التخطيط بدارة الملاعب انا ليش بناء اللاعب ليش ازورني ليش ازوره وليش اخلي مواليد بالحقيقه لا تقول لي احنا ما لا انا بوقت احنا زورنا بس انا من زورنا يعني كيش اقول لك قل السنه من سقط جوازي طلع جواز على بس السكاتر الاصليه الاصليه وانتهت انتهى الموضوع رجعت مواليدي نفسها الاصليه لكن فرق 4 سنين وخمسه لا واي انا تقعد فرق سنه يعني احكي انا ما جام سنه لان كنت لاعب يعني فعال بالفريق فرادوا انه قال لهم نريد المهم ايش قد يمكن قالوا لي سنه صغر مواليدك صغر السنه مواليدي ومو انا صغرته يعني صراحه لان قلت لهم انا ما اقدر اتلاعب قالوا انت مالك مسؤوليه انت تكمل تخلص من ينتهي الجواز مالك ترجع لاوراقك الرسميه وسووا بهم كتاب سووا بينا كتاب ذكر يعني طب الجوازات طب بينا كتاب ان هذول اللاعبين اعمارهم ترى يعني جواز مهمات كان اي وراها ينتلف هذا ترجعون على الاوراق الرسميه هسه هذول ظلوا اللاعب معلق والمدرب يحتاجهم وما جاي يبحث عن غيرهم هو بديل ماكو قدتنا للجزء الفني كابتن ان شاء الله خلينا نبدا طبعا من مركز حراسه المرمى اللي طبعا اثار جدل كبير الفتره الاخيره طبعا مركز حراسه المرمى وخاصه تحياتنا لوزينه بتصريح كابتن نور صبري حول جلال حسن وطلب انه يبحثون عن حارس اخر وان يرتاح خلال هذه الفتره طبعا شوف رد جلال حسن استاذ زيد هيكل المخرج هسه راح يطلع لنا اياه خلينا نشاهد هنا رد جلال يعني قبل المباراه عافوا المباراه وعافوا المنتخب التونسي الجماعه بدوا وهنا متخاصر كابتن جلال وهنا وصوره نور صبري طبعا احنا اليوم من نتطرق للموضوع لا نكون بجانب جلال حسن ولا كابتن نور صبري خلينا ناخذه جزء جزء طبعا نور صبري اليوم ما زال حارس ما معتزل اليوم ياسر عبد اللطيف من يصرح على لاعب فنيا تفرق انه ياسر مدرب ومعتزل عن ما كان لاعب طبعا تختلف هل من حق نور صبري هذا التصريح صراحه هو صراحه اليوم ما نجامل لا ما نجامل انا اقول لك هو غلط من نور صبري ان يحكي على جلال لان صراحه انه اذا حكى عليه نور هو ما معتزل وطالب اكثر من مره مثلا عودته للمنتخب ايه مره انت ما معتزل انت ما معتزل على مو تقدر انه لان انت حسب خبرتك انه اعتزلت وصارت عندك خبره بالله فتقدر تقول لهم يابا انه القول لكم بديل او القول لكم او لا انت مدرب انت تقدر تقول لهم انه يابا لازم اكو بديل اكو مدرب حراس اكو حارس مرمى بفلان نادي تقدر تشوفونه تقدر هاي وحده اثنين هو بالنسبه له من مس هو كحارس مرمى هو نفسه جلال هم كحارس مرمى واعتقد يمكن اذا طلع صوره يمكن عندهم موجوده هم شانوا اثنيناتهم بنفس المنتخب نعم جلال ونور وممكن محمد قاصد صراحة كابتن مو من باب الإشادة بجلال اليوم احنا نحتاج يعني حارس خبرة خصوصا السقائد هو للمنتخب هادئ يعني ماكو واحد ما يصير عنده أخطاء لا وحتى اللاعب الكيرف مالته يصعد وينزل بالمباريات فجلال يعني تقريبا من أفضل الحراس الموجودين حاليا احنا ليش اليوم نشن حملة ضد جلال احنا كابتن شوف من المستفيد هسه احنا انتقدنا جلال قلنا له مو وقتها هاي الصور صراحة لا طبعا لكن يعني انت رد بمستواك نقول يعني جلال صراحة من افضل الحراس الموجودين هو كابتن حتى السنة لو حتى لو انسان من الناس اذا يطلع مثلا اي لاعب يحكي عليه ما تنفرز ولا جزء يجوز وجهة نظر هو دي يحكيها يعني جزء الجانبي او مصلحتي الي يعني جزء يريد يحسني او يريد مثلا يقول لي انتبه على نفسك كابتن احنا قلنا اليوم انت كمدرب فرق تصريحك كمحلل فني اليوم بالاستوديو ياسر عبد اللطيف راح مو انا ليش قلت لك حدث على المباراه انا ليش قلت لك قلت لك مو كان قبل فتره انه هم كانوا لكن نور صبري يعني انت حاليا يعني موجود بحراس المرمى ومعتزل ولا انت محلل فني ولا انت مدرب
وكان ايضا هو اساءة لمدربين حراس المرمى اللي اشرفوا على جلال حسين، واحنا عندنا يعني صراحة عمالقة المدربين. احنا ليش نقول اساءة مثلا؟ لا مدربين حراس المرمى عندنا، يعني عندنا عماد هاشم، عندنا صالح حميد، عندنا جليل زيدان، كلهم عمالقة. انا اقدر اقاطعك بهذا الموضوع. بالنسبة للنور، النور انا يعني اعتقد يعني تصوري انه يجوز حكي من باب انه يريد يدفع جلال يحفزه اكثر، يجوز. بس هو هذا يعني صحيح؟ لا مو صحيح. انا اقول لك مو صحيح، ما يصير يرد. انا اسال الناس، انا اجي مثلا اقول لهم هذا ايمن حسين مو خوش مهاجم، مثلا انا مهاجم اقول له مو خوش مهاجم، هذا طبعا راح يصير عنده كابتن. هذه مباراه دوليه وديه، اعتبر التصريح في مباراة قبل مباراة في تصفيات كأس العالم، وانت شاهدت شلون انصرف ذهن اللاعبين والحارس جلال. وين قلت لك هاي الوضعية اللي طلعت هسه وضحكت قلنا لك بيها، قلت لك شوف يعني هو قاعد بنص وكلها مأشر عليه، يعني هذا شنو معناته؟ هو صراحة حتى الهدفين يعني فنيا ما اعتقد يتحملهم جلال، كانت يعني اخطاء دفاعية ساذجة. خلينا نتحدث كابتن على وجه السرعة، استاذ زيد اليوم شوية دير بالك علينا بالوقت، صار هواية ما ظاهرين. طبعا كابتن عندنا مراكز دائما نعاني منها، مركز حراس المرمى تحدثنا عنه والبعض طالب باشراك علي كاظم والحارس الاخر ايضا في هذه المباراه، كانت فرصه ان نختبرهم. هو لازم المدرب حراس المرمى لازم يجازف ويلعب ذولي، لان انت شنو على شنو ساحبه وعلى شنو جايب للمنتخب الوطني اذا ما تشوفه؟ محمد صالح تشوفه وعلي كاظم يقول شو تشوفهم؟ نعم شو كنت تعطيه فرصه ان تشوفه باي لعبات؟ يعني راح يظل قاعد احتياط 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 وعندك هذا تعور، عندك هذا انحرم ببطء، صارت لا صح ولا اي شيء، شنو هذا البديل مالك؟ شو كنت تنزله؟ شو كنت تعده وتنزله له؟ شو كنت؟ شو وقت تجربه لعب؟ شو كنت تشوفه؟ وهي لعبات تجريبيه يعني ما تاثر عليك، تخسر 10 خسر 20 بس المهم تجرب. احنا ما نقبل بالخساره، نقول نجرب نشوف. انت شو كنت تشوف؟ يعني هسه مدربنا هسه يقول دي يسحب المنتخب الوطني من يسحب لاعبين يشوفهم، هو دي يجرب دي يشوف فعلا. احنا نقول مو وقتها بس لازم يشوف، يعني هسه نقول مال اللاعبين اللي جوازاتهم وهاي زين، انا اذا ما القى البديل والعبه شو كنت هسه هذا اللاعب عندك القوه الجويه اول لعبه له بالمنتخب الوطني انطاه شو وقت تجربه بعد؟ اي شو وقت انا اجربه؟ شو وقت؟ لما يجي الدوري العراقي يلعب واشوفه؟ فعلا غير انا اشوفه بالبرة يعني كان المفروض يجربهم في هذه المباراه. لكن عندنا مراكز دائما نعاني منها، واليوم يعني انت تعرف الاعلام المدربين الناس المختصين فنيا حتى جمهورنا الرياضي اليوم واعي وفاهم ويحلل فنيا وجاي يشاهد. عندنا مراكز نعاني منها، مركز قلب الدفاع، الظهير الايمن والظهير الايسر، المدافعين يعني عندنا يعني حتى ضرغام مو بمستوى، علي عدنان محروم حارمي الاتحاد يعني زين. شلون تعوض هذا الموضوع؟ علاء مهاوي عنده مشكله بجوازه مع اعتزازنا، يعني سامح سعيد جاي يقدم ومع الجويه وتالق، لكن اليوم نحتاج لاعبين بمواصفات اعلى في هذا المركز. كابتن هي قلت لك احنا سبق حكيناها انه قله اللاعبين الموجودين بالانديه، واثنين يعني المدرب اللي دا يشوف المنتخب الوطني او اللاعبين مال المنتخب الوطني العفو بس لعباتهم اللي موجوده في ملعب الشعب. يعني انا ما سمعت مثلا راح البصره، ما سمعت راح الكربلاء، ما سمعت راح مثلا لعبة الكهرباء. لا هو الرجل مقيم بالشمال بربيلي يشاهد المباريات. شلون تشوفه؟ يعني تشوف لقطة لقطتين ثلاثة أربعة غير تتابعها أو مو أنت دز لاعبين مدربين فنيين مالتك الموجودين يا بشوفوا لي، تعال يا كابتن باسل شوفوا لي هذا اللاعب، أنا هذا قالوا لي عليه خوش لاعب، شوفوا لي بديل للاعبين الموجودين عندك. كابتن خلل واضح اليوم، أحمد إبراهيم لاعب يمتاز باللعب الرجولي، مقاتل في أرض الملعب صراحة، قوي بدنيا لكن ينقصه بناء الهجمه، ضعيف في بناء الهجمه، دائما يعتمد على سنتر شوت كل كلها المدافعين الموجودين عندنا يقطع ويشتت الكره، يا اما يشتتها يا اما اذا ما مضغوط يقدر يلعب باص، بس اذا مضغوط يقدر يلعب باص. سولاقه جيد لكن بطيء، سعد ناطق استاذ يعني يحتاج احنا نقول خبره وين يوقف وين يتحرك. احنا نقول ونحكيها بالنسبه اللاعبين العراقيين اللي موجودين عندنا اللي مغتربين هم برا، ما اعتقد انهم كلهم جاهزين يقدروا يلعبون منتخب وطني. انا ليه يقولوا لي انه هذا اللاعب هسه مثلا خلينا نقول فرضا علي عدنان بده يلعب بالدوري الامريكي، تطلع لقطات باليوتيوب وتطلع، بس من يقول هو صح زين باللعبات كلها؟ يجوز لعبه واحد صحيح طالع زين، من يقول هو لعبات غير انا ادز واحد عليه اخليه يتابعه بالدوري يشوف لي اياه؟ نعم انا هسه مثلا عندك جستن ميران غير انا ادزه يشوفوه بالدوري مالته؟
انا باليوتيوب ينزل لي لغتين ثلاثه وقول له جول او شغل على دبل باص وقول وبعدين اللعبات البقيه. نعم. زين يتمرن ملتزم. طبعا سؤال وصلنا سريع من الزميل الاعلامي الخلوق والمهني طلال العامري. استاذ طلال تشرف فيه. زين يقول لو اي مدرب بدل كاتانيش ذهب بتلك التشكيله من اللاعبين اللي حصلت مجزره تهديفيه في الشباك العراقيه، تمرد اللي حكينا عنه، ناس تعتذر بكيفه، ايش قلنا احنا بالمصطلح العام يتقلبون على اللاعبين وغياب التخطيط. يقول مقصود هذا عليه من يريد التخلص من المدرب. احنا نرجع ونقول تحياتنا استاذ طلال. احنا قلت لك لاعبينا اغلبهم هسه اللي انحرم ومو وقت الحرمان مالته. نعم. واللي تزور ومو وقت انه لازم تنحل المشكله مالته. والاتحاد اللي يتخبط بين مال مشاكل زين من اللي يريد اللي طاحه بالمدرب يقول لك؟ والله بعد ايش اقول لك يعني هسه كابتن يعني ترى حتى تصريحاته يعني الرجل كاتانيش لو مدرب محلي كان علقه كان مشاكل يعني هسه لو انا متاكد يمكن لو اي مدرب من العراقيين هاي النتيجه مالته وراح كان يعني انشر على الحبل كان صايره بالعقل بس يقول على هذه التشكيله يقول لك فعلا مجزره تهديفيه كان صارت؟ طبعا يعني لاعبين جدد كابتن اليوم محمد قاسم كرار نبيل شهادتهم يعني شباب جيدين لكن اول مباراه قلت لك انا صعبه انه هيك مباراه اجيب لاعبين وازجه واشوفه يعني ترى بالمناسبه المنتخب التونسي مو كله كان اللاعبين الاساسيين ايضا مو قلت لك هذا هم مدربهم واضح انا يمكن قبل ايام قبل المباراه يمكن بيوم شفت عند المدرب مالتهم لقاء عنده يعني يمكن حتى يمكن قال بس عندهم واحد لفت نظري وبعد رايد له خبره انه على يمكن مهند على مهند مهند ادى اداء جيد لكن قال لفت نظري وبس بعد رايد له يعني احتفاظ بالكره يعني الخبره خبره اكيد ما موجوده عندنا اثنين احنا عندنا طابع انه يعني من قبل ماخذيها انه من نطلع لعبات تجريبيه لازم نفوز وهذا غلط انا مدرب اطلع اشوف واطلب بس انا قلت لك هو لين مدرب محترف فيعرف شلون يتعامل وياهم. فعلا كابتن ايضا مركز صانع اللعب منذ اعتزال اخر صانعي اللعب منه هو نشت نشت المايسترو نشت. أيه مايسترو. ما عندنا صانع لعب صراحه مع اعتزازنا بالموجودين لاعبين ارتكاز يقطع كرات خلينا نقول احنا يفلش هجمه لكن كبناء لعب يعني وامكانيه ما عندنا، يعني اكو ناس الطالب اليوم باحمد فاضل جاي يقدم مستويات جميله احمد. يعني صراحه يعني اقول ظلمه مظلوم حاليا يعني المفروض كان بالمنتخب الوطني وخص بهاي الفرصه هاي الدعوه كان يقدر يشوفه. يعني كان يقدر ياخذه ويدعيه ويشوفه. بس هم ما اعرف يعني هذا الولد يعني قلت لك احنا ثاني انا اسن الناس، انا ابو سوي مدرب ثق اخلق لي لاعبين من جوا القاعه اجيبهم اطلعهم اخليهم العالم كابتن حتى بهاي الدعوه كان يحتاج الى لاعب ارتكاز ما دعوا ماكو لاعب ارتكاز ولعبوا بالنص يمكن اعتقد كرار وامجد اي كرار يعني الولد مو انا اقول لك يعني مو مال بعد المنتخب الوطني كبدايه يعني اي يعني بدايته بعد مو مال المنتخب خليه يعيد وضعه ويعيد نشاطه صراحه هو ومحمد قاسم اي ما قلت لك يعيد نشاطه يعني انا بعض اللاعبين يعني لا يزعلوا من عندنا انا مو نحكي عليهم نسيء لهم لا بس اريد لهم انه هو ينتبه على نفسه ويقدر يقدم يعني يطور نفسه اكثر يستقبل لكن يعني نقول لا بس كاول مباراه ادى اداء جيد هو ومحمد قاسم لا انا قلت لك اكو لاعبين رغم يعني هم يمكن هاي اول مشاركه لهم اعتقد انه يمكن كان المدرب اختياره صحيح لهم بس احنا نقول اكو لاعبين موجودين بالدوري المفروض كانوا يكونون هم الموجودين هسه في المنتخب الوطني يلعبون يعني يشوفوا بس حاله حال البقيه اللي شافوا مع احمد فاضل منو يعني انت لفت نظرك من اللاعبين؟ انا قلت لك بال شو اسمه عندك عماد ابو الجويه عماد محسن سدعوه ورجعوا شنو السبب؟ ليش يعني؟ كابتن احنا المشكله يعني ايضا لاعب مرات يسجل هدف او هدفين بالدوري الناس كلها تظل تروج له يا بس ادعوه للمنتخب لا احنا هاي غلط مو صحيح بس انا بالنسبه لي انا الولد شفته وتابعت اكثر من مره نعم مهاجم ظل لنا دقيقتين مروان حسين لا صعب علاء عبد الزهره ناس الطالب عودته لا انا مع احترامي له واخويا
وزميلي اللي هو محتاج لاعبين شباب، خاصة احنا جاي يعني نلعب بمهاجم. انت تقدر، انت تقدر تقول ذيب لك مهاجم خبرة بالنص، تقدر ذيب لك قشاش خلف المهاجمين، بس مو كلها يعني تريد تجيب. ضرغام بالمناسبة ما جاي يعود المستوى كابتن، هو يعني دورين، احنا دورين هسه الموجود ترى مو دوري يعني كابتن دور. احنا شنو ايش عندنا سكة قطار وما اخذها بس ركب عجاني. ما قلت لك احنا دورينا مو دوري يعني، انا ما جاي اهل الله، انا اريد اشوف، ما اشوفه بالدوري العراقي، انا اريد اشوفه برا. كابتن موزين جاي يلعب درجه حراره 50 لاعبنا، هم الله يساعدك كابتن. احنا شنو نقول، شنو احمد كنا صيام ودرجه غليان واصل 100 ونلعب، بس يعني بدنا نشوف معاناتهم، معاناه كبيره ايضا ترى الظروف اللي هم اللي جالسه موجودين افضل بكثير، اكثر من افضل اكثر من اللي عندنا احنا كان فعلا. بس احنا نقول هم، نقول بالنسبه لهم يجوز هو يعني عنده اصابه، لاعب يقدر يعتذر عن المنتخب الوطني ما يروح. انا اعتذرت اي ورجعت ثاني يوم رجعت بطلت رجعت نادما نادما لان ما قدرت. ما زرت الرضوانيه؟ لا الحمد لله شكر، خمس مرات مقيم. خمس مرات مقيم بيها. زين تلعب بظل ضغط نفسي وتهديد اي لا يوم وبعقد 250 خيالي خيالي لا قلت لك يعني هم ظروفهم الله شاهد، يعني انا مو يعني شلون اقول ابخس بحقهم، لا بالعكس يستاهلون وممكن، بس ظروف يعني الامور التنظيميه سابقا افضل. هو باي يعني كنا واحد يقدر يعني بالجمهور يسب اللاعب ويظل يفشر عليه والشرطه واقفه يوم ما تتدخل، لا او يجي للملعب يضرب لاعب يعني. هسه مؤتمر فني مباراة الزوراء والجوية، واحد من الجمهور شال رئيس الزوراء بالمؤتمر الفني، شنو هالتدخلات هاي؟ ما يصير. خلي الادارات شويه صارمه. ما هي هي سبب كلها، شنو هالمجاملات؟ كلها سببها الانديه كلاعبين او كاداره كل وكتنظيم. واحد واجبه واختصاصه وحدوده وانتهى الموضوع. هي قلت لك كاداره، اداره وتنظيم ولاعبين ومش رابط، كلها سببها انتهى الوقت. بس شنو الاداره اللي مدز على ياسر عبد اللطيف وبقيه النجوم، تعتمد عليهم بعد تعاتبهم؟ لا طبعا. كابتن نتمنى ان نلتقيك في حلقات اخرى ان شاء الله وتكون اخذت مكانك الطبيعي بين النجوم. الله يسلمك، اشكرك واشكر قناتكم الموقره على استضافتنا لك. شكرا لك كابتن، فدور قلبك يا سلام. أما أنتم أحبة المشاهدين فشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألتقيكم في حلقات مقبلة، دمتم وفي رعاية الله وحفظه.